والله العظيم لا العريكة لا والله عريكة خلاص صبح إذا عندك مراجعة في محكمة شيء. طيب أعطونا القرعة أعطونا القرعة دور 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 وقف يا يلا 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 يا رب عشان تروح طيب يا علي يعني ما 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 عندك لا برايم ولا عندك بالحب يشيك حقته أصدقها قلبي أصدقها قلبي هذه اللي لا سمعتها يجيني شيء من يا زياد بكل حب الحمد لله أنا ما كان يقولها لي الحمد لله وكنت أنا مقدم قبل هو يطلع يكون مقدم يا ترى والله يطلبني قطة الاستراحة ولا بعد عطيتها الحين بطلع يتلها من حلقي طيب شلون كيف الأحوال بشر شرفت طال عمرك الله يرحمه أنا أول مرة صراحة يعني شو مطوع مهتم بعالم الشاي صراحة نعم وشيء حلو صراحة الحمد لله أنا حسنت سمعت الشاي اي نعم جلبي العاب والسمبوسة أكلت سمبوسة جبن ما اللي كلها وهي حارة وتملهس سلطان فقر سلطان فقر يا رجل تلزق بالجمة فوق ما تنفع تشرب ما تشرب ما لازقة لازقة مجبرين على الشاي طيب اجلكم بعد الهواء ادخل معك الشاهد حياك الله ليه ما في شيء لا لو بس بيضرب بس واحده ها طيب طيب اعطونا المسارات اختار مسار يا فلاح قدها ونص قدها ونص هدوء السؤال يقول ما هي المدينه العربيه التي تلقب بمدينه الشمس القاهره المدينه المنوره بعلبك هدوء بعلبك بعلبك إجابة صحيحة يا سلام وثقافة عالية قد ونص خلنا نشوف هدوا لي الرتم هدوء بيطلع لك درجة 600 ولا يطلع الاستفهام هدي ايش فيكم توترتوا ايش فيكم توترتوا توتروا كلهم شيله ورجع انا باخذ منه يعني خلينا ناخذ فرصه تفضل شو علوم الوقف الوقف شو علومه بشر تمام اموره زينه والله ماشي اموره ابشرك اللهم لا زلنا اعزائي المشاهدين نذكر بوقف اليتيم في مكه المكرمه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه احتاج دقائق معدوده بس ابغى اوصل لك الرساله غمض عيونك وانا اقول الكلام هذا كثير غمض عيونك تخيل انك تقوم تدفع مبلغ 300 200 100 وعلى ما قال تقبل عند رب العالمين فتكون مصاحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة أقسم بالله العظيم إنك تحوز الدنيا والآخرة بهذا الفعل ولا لا يا فلاح أي والله يعني بكل أمانة بعض الأحيان أفعال بسيطة وأنا أشوفها بسيطة ليش؟ لأن يا محمد مسفر وعبد الله العتيبي والشباب يروحون كافيهات وأنا نطلب ونأكل نطلع ب 400 500 600 ريال صح ولا لا؟ فلا تحرم نفسك أنك تدفع هالمبلغ البسيط أول شيء تدفع ليش؟ تدفع خلينا ناخذها حبة حبة تدفع تقول يا رب أنا تصدقت بهذه أبغى أصاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة اثنين أنا دفعت المبلغ هذا عشان عندي ولد أبغى ربي يصلحه ثلاثة أنا دفعت المبلغ هذا عشان عندي واحد في القبر يا رب تكفى خلها برد وسلام عليه أنا دفعت المبلغ هذا لأني أحب أمي وأبوي يا رب متعهم بالصحة والعافية واحفظهم أنا دفعت المبلغ هذا لأني أبغى صلاح في نفسي وفي ذريتي وفي أهلي وفي مالي يا رب أنا دفعت المبلغ هذا قربانا لك حتى تصلح حالي أنا دفعت المبلغ هذا ليش؟ لأن لي من الأمور الدنيا ما أبغاها وأريدها تكفى يا رب أنا تصدقت والصدقة تطفي غضب الرب وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى خذ وأنا تصدقت وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصلح لي أحوالي فهم ما يبع عشان حتى اليتيم اللي تدفع عشان نفسك أيضا أنت فلا تحرم نفسك المشاركة الكاشة طالعة قدامكم التبرع الآن يا ناس والله العظيم يعني حسبتها أنا مرة على الهواء 45 إلى 47 ثانية وتاخذها وتتحول المبلغ اللي يجلبه نفسك ما تقدر على 300 200 100 انا اقول لا تبخل على نفسك وانت تشوفني تحب لك واحد في الله ولله ومن الله وكل شيء ادفع له كل هذه عني وعنا ومحبه لانك لا يوم القيامه يغبطك المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه المحبه ولا لا يا فلاح نعم.
فلا تحرم نفسك المشاركة، والله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المقبولة خباياهم، من المقبولة أيضا صدقاتهم، الله يجعل ربي يقبلنا ويقبلكم. شكرا يا مطوع. عفوا. طيب طلع له خبيه، اذا انفلح خبيه خلنا نشوف نشوف. اتصال سحب 1500 من الفائز بجميع نقاط المسار ومنحها لاخر، يسحب من عبد الله العتيبي. نعم من يسحب ويعطيها ويعطيها واحد ثاني. قالوا السلام عليكم، انت مسار أنت هدوء هدوء هدوء. خلت حياك الله. من معي؟ لانا. لانا إيه؟ يا حي الله لانا، من وين تكلمينا يا لانا؟ من الحفر. من الحفر؟ لا الحسا. الحسا يا هلا الحسا حساك، لو الدهر والزمن أغناك، ما نقول نساك أغناك. حياكم الله يا أهل الحسا ويا مرحبا. متابع الفقرة يا لانا؟ متابع الفقرة؟ أي إن شاء الله أنها معجبت الفقرة؟ أي حلوة حماسية؟ أي يا سلام، لو في 1500 عطينا تسياها. طيب عندنا يا لانا 1500 تسحبينها من عبد الله العتيبي وتمنحينها للمتسابق، من هو المتسابق اللي تمنحين له ال 1500 نقطة؟ محمد الوداني. محمد الوداني الوداني إذن جاتنا إرسالية من الحساء بمبلغ 1500 نقطة لمحمد الودعاني، تمشي من تحت إظلال النخل في الحساء وتمشي بين مجراها وسقيانها. 1500 تمنحها لنا من الحساء إلى 1500. عبد الله كم صار معك الحين؟ شكرا شكرا يا فلان، الله يعطيك العافيه. ولكن للاسف ان حبيبنا عاصم ابو عاصم عفوا صح فلاح كان عباره عن جسر للحسن لمحمد الودعاني وعن طريق عبد الله العتيبي. ساهل. شكرا لك يا فلاح. وهذه دائما نقول الخبايا هي سيده الموقف. أعزائي المشاهدين لازلنا باقي أحد؟ باقي واحد؟